نذهب لمراسلنا طارق احمد من ميدان التحرير. طارق، الاجواء عندك ايه في ميدان التحرير؟ صباح الخير استاذه لميس، صباح الفرحه والابتهاج. فبمجرد انتهاء مراسم اداء القسم واليمين الدستوريه للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، اشتعلت الاجواء فرحه هنا في ميدان التحرير. اطلق المتواجدون من المصريين منذ الصباح الباكر في الميدان اطلقوا الالعاب الناريه والبالونات وحاملين الاعلام المصريه ويرددون الأغاني الوطنية هنا في قلب الميدان الذي بدأ منذ الصباح الباكر متزينا وعلى أهوبة الاستعداد لاحتفال كبير ربما يجرى في المساء في هذا الميدان. طبعا هناك تأمين كامل من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش التي أغلقت جميع مداخل الميدان من جميع الجوانب. هناك مسطحات ومجندرات للجيش على كافة الميادين، لكن المشهد الأبرز ربما هنا في ميدان التحرير هو أنه هناك أعمال تجرى في جراج التحرير. هذا هو الذي نريده، العمل بجانب الفرحة. في قلب الميدان هناك فرحة وبجانبه هناك عمل متواصل لإنشاء جراج التحرير، وهذا هو مشهد متكامل لما يريده المصريون لمصر في المستقبل القريب بإذن الله. بشكرك يا طارق.